طيب خلاص خليها كده خلاص ان شاء الله. كده ماشي الحال؟ ماشي اتفضل الهواء شغال. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن شاء الله تبارك وتعالى نحب أن نبدأ سلسلة ترتبط بإصلاح الفرد والأسرة. ولا أقول المجتمع، وإن كان صلاح الفرد والأسرة هو صلاح للمجتمع. لو تساءلنا ما المجتمع؟ مجموعة أسر. وما الأسر؟ مجموعة أفراد. إذا صلحت الأفراد صلحت الأسر، وإذا صلحت الأسر صلحت المجتمعات. يقال صلح وصلح، إذا صلح الأفراد صلح الأسر، وإذا صلح الأسر صلح المجتمع. المجتمعات ما لنا عليها من سبيل، لكن ينبغي أن يكون الإنسان له سبيل على نفسه، يجاهد نفسه ويصلحها. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كما أنه له سبيل على أسرته، يستطيع أن يوجه الأسرة باعتباره رجل البيت، زوج مع زوجة أو أب مع أولاد. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا المنهج المرتبط بصلاح الفرد أو صلاح الأسرة منهج كبير، فلم يبق منه إلا التذكير في الوقت اليسير، بمعنى إذا كان الإنسان منا في بلده يبدأ سلسلة حول صلاح الفرد أو الأسرة يأخذ راحته منين ما تخلص. لكن الذي يأتي
ضيفا أياما معدودات، ينبغي أن يذكر بالاختصار لا بالتفصيل، سيما والناس هنا يعني مشغولون جدا، يعني كثير منهم في أيام العمل يحتاج أن ينطلق إلى بيته بعد الصلاة مباشرة، يحتاج لأي ضروريات في الحياة، الدنيا شغلت الناس. والحقيقة بمناسبة الدنيا شغلت الناس، ينبغي أن يقال الدنيا دار ممر والآخرة دار المستقر. ونحن عندنا في الإسلام قرآنا وسنة لا نحارب الدنيا، فليست الدنيا معسكرا مضادا للآخرة، إنما هي وسيلة. الدنيا نعمل فيها كأسباب، وإلا فالرزق مضمون والأجل معلوم، لكن ما ينبغي الإنسان أن يقول رزقي مضمون فلا يعمل، ولا أن يقول أجلي معلوم فلا يأخذ بأسباب النجاة. إنما هذا الرزق المضمون مطلوب له أسباب، المشي في الأرض والضرب فيها. الله عز وجل خفف عن المسلمين قيام الليل لا يكون كل الليل، من أجل أن أناسا يضربون في الأرض أو يجاهدون أو مرضى أصحاب أعذار. فبعد أن قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. وكان هذا حال النبي عليه الصلاة والسلام وحال أصحابه منذ بدايات الدعوة في العهد المكي، قبل أن تفرض الصلاة المكتوبة 5 صلوات. ثم رخص الله عز وجل لهم في آخر السورة بقوله إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. فهنا رخص لنا ألا نطيل قيام الليل من أجل أن نعمل ونضرب في الأرض، لكن ما يرخص للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها لأنها مفروضة. هو يمكن أن يخفف من النافلة أو من قيام الليل،
لكن يخفف من الفريضة لا، أو يؤخر الفريضة لا. الحقيقة الناس أخذتهم الدنيا، ونحن ينبغي أن نضع الميزان الذي يضبط هذا الأمر. فإن الله عز وجل قال: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. البث هنا منقطع. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. قوله تعالى فامشوا على أنه أخذ بالأسباب، وإلا فالرزق مضمون. يقول عليه الصلاة والسلام: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا أو تروح بطانا. في ناس تفهم هذا الحديث فهما قاصرا، لكن ربنا بيرزق الطير هيرزقنا إن شاء الله. أيوة، الذي يرزق الطير سيرزقنا إن شاء الله، ولكنه بيّن عليه الصلاة والسلام أن هذا الطير يغدو ويروح، لم يقل بقيت في عشاشها أو أكنانها، إنما قال تغدو خماصا وتروح بطانا. لما ربنا يكرمك وتيجي تصلي الفجر وانت طالع كده تفرج على الطيور وهي سرحة لتأكل رزقها أسرابا وجماعات، وما بين العصر والمغرب تلاقي العودة خلاص كلت وانبسطت وشبعت وهتروح تسبح وتنام وتصحى تاني يوم. هي مخلوقة للتسبيح وتأخذ بالأسباب في الرزق. انت كإنسان خذ بالأسباب، فامشوا في مناكبها. وبالنسبة لعمل الآخرة لا تجد فمشوا أبدا، إنما تجد ما يناسب الدار الآخرة. الدار الآخرة عظيمة، الدنيا دار والآخرة دار، لكن الدنيا دنيا، وسميت الدنيا لدنوها كما سميت الدنيا لدناءتها. الدنيا لها قدرها والآخرة لها قدرها. قالوا في اللطائف والحكم: إن كانت الدنيا ذهباً فانيا والآخرة خزفا باقيا لآثر الناس الخزف الباقي على الذهب الفاني، فكيف والدنيا هي الخزف الفاني والآخرة هي الذهب الباقي؟ لا،
الدنيا أقل من أن تكون خزفا والآخرة أجل من أن تكون ذهبا. فلذلك ينبغي أن يعلم قدر كل من الدارين. نحن عندنا من يعمل، والعمل في بلاد الغرب يعني عمل، يعني ممكن يخرج الساعة 6 صباحا عشان يرجع الساعة 6 مغربا، ويدوب يروح البيت. أبناء المجتمع الغربي نفسه يأكل لقمة، يشرب شاي، يتفرج على النشرة، الساعة 8 تلاقيه في السرير عشان صاحي تاني يوم، عاوز يصحى الساعة 5، يدخل الحمام ويلبس وممكن يأكل حاجة على السريع وينزل عشان يلحق المترو عشان الساعة 6 إلى 5 يكون قدام الشركة والشغل، وحاجة كده دوا عليك. ومن الاثنين للجمعة عنده ليلة السبت ويوم السبت وليلة الأحد ويوم الأحد محبوحة ويك إند، أو برضه بيستغلهم يوم ينزل يعمل شوبينج للبيت على مدى الأسبوع، واليوم الثاني يقول لك نطلع نتنفس حق العيال، فسحة خروجة حاجة كده. يعني إيه اللي باقي لربنا؟ وهو في الشغل ممكن رئيسه في الشغل ما يدلهوش فرصة يصلي، مسموح له يوصل الحمام، ممكن ياخد اذن ياخد يشرب سيجاره خارج الشغل، تلاقيهم واقفين كده رجاله ونسوان واقفين يدخنوا، مسموح لهم برا انما جوه لا. ويمكن لما يجي يقول له طب ممكن اركع الظهر كده بسرعه، اخطف الظهر يعني مفيش، مش هكمل دقيقتين ونص. لا خلاص، حكم القوع الضعيف ما يصليش الظهر، يخلي الظهر مع العصر، ويجي في التوقيت الشتوي يبقى مع المغرب، حاجة كده الصلاة رايحة. ليه؟ لأنه شغال. يا عم ما ينفعش، ما يصحش. يقول لك ايه يا مولانا، ايه اللي صح وما يصحش؟ فين ولا تنسى نصيبك من الدنيا. أوه، جاب لك آية خبطك بها خبط على إنك أنت مش فاهم حاجة في الدين خالص، ولا أنت حافظ القرآن حتى. ولا تنسى نصيبك من الدنيا. يا مسكين، وأنت نسيت نصيبك من الآخرة ليه؟ ليه؟ لماذا نسيت نصيبك من الآخرة؟ وانت لما تيجي تاخد الآية دي تبقى على شكلة فويل للمصلين، الله أكبر، مش في بعد فويل للمصلين الذين هم عن صلاة ساهون؟ تقرأ لا تقربوا الصلاة وخلصت، ولا لا تقربوا الصلاة بعدها وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون؟ ايه اللي انت عملته؟ ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ده جزء من آية أولها وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. يا الله، شوف أنت خدت إيه من الآية؟
ده الآية بتقول لك وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، اجعل كل همك الآخرة، كل ما تملك للآخرة، ولكن لا تنسى وأنت منهمك في الآخرة إنك تأخذ نصيبك من الدنيا. جعت كل، عطشت اشرب، تعبت ريح، خذ لك حظك من النوم، في حق أولاد، في حق زوجة، نصيبك من الدنيا. ما هو نصيبك من الدنيا؟ أنت في الدنيا منهمك فيها وتجري فيها جري الوحوش، ويا عم حافظ على صلاتك وحافظ على دينك يا عم، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. إيه ده؟ ده منطق مقلوب جدا، هذا منطق مقلوب. أنت اللي نسيت نصيبك من الآخرة، والدنيا ولا حاجة جنب الآخرة. الدنيا ولا حاجة جنب الآخرة، والآخرة خير وأبقى، والآخرة خير وأبقى. فلما تيجي تأخذ ولا تنسى نصيبك من الدنيا، خذ قبلها وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. يوم إيه يحصل إيه؟ تفهم الآية صح، مش محتاج حد يشرحها لك. كل همك الآخرة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، أكل شرب نوم راحة، حق الزوجة، حق الأولاد، إنما الآخرة هي الآخرة. الله جل وعلا الذي قال في الدنيا فامشوا في مناكبها، قال عن الآخرة أساليب أخرى سهل إنك تبقى فهمها برضو وتقارن. بدأها بالسعي، قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لم يقل هنا فامشوا، فامشوا دي في الدنيا، إنما لما بدأ يكلمك عن الآخرة قال فاسعوا إلى ذكر الله، اجتهد في النشاط والتبكير، تبكير للجمعة، الجمعة التي هي من شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. شوف النهاردة الجمعة بالنسبة للمسلمين خاصة لما يكونوا عايشين في بلاد الغرب يوم عمل، يوم عمل، ولما ياخد فيه رست حقه، ياخد رست كده ساعة زمن، الساعة دي مطلوب انه يطلع من الشغل يجري بالسيارة عشان يجي الجامع، وبعدين يحضر خطبة قصيرة وصلاة سريعة عشان يركب السيارة ثاني ويرجع قبل الساعة ما تخلص. فجاي مش في دماغه لا خطبة ولا حتى صلاة، ولو الشيخ ده جاي مش واخد باله وطول في الخطبة ولا تأنى في الصلاة تبقى مصيبة المصايب، مشاكل. لا، تعال اتفرج على الناس هم جايين للجمعة وجايين امتى، وحتى لو ما كانش في عمل، يعني في بلادنا احنا يعني نقول البلاد بلادنا الإسلامية، يعني مفيش جمعة، مفيش عمل يوم الجمعة، طب والناس بيروحوا يصلوا ايه؟ ده انتوا بتيجوا قبليهم، هنا انتوا اللي جايين من الشغل ممكن تيجوا قبليهم، التاني مش في دماغه. ياخد ربنا قال لك فاسعوا الى ذكر الله، يعني في تهجير، يعني في تبكير. انت لو وضعت في حساباتك فضل التبكير ليوم الجمعة، والله شيء عظيم وشيء يفوق كل تصور. هل تتخيل
أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن يوم الجمعة: من بكر وابتكر، أو من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب وأدنى من الإمام فاستمع وأنصت، كتب له بكل خطوة يخطوها عبادة سنة، عبادة سنة يصوم نهارها ويقوم ليلها. الله أكبر. لو افترضنا أن بيتك قريب من المسجد وخدت لك 500 خطوة، 500 رايح وزيهم 500 راجع، 1000 خطوة، وكل خطوة وعبادة سنة تصوم نهارها وتقوم ليلها، ما هذا الفضل؟ هل وضع المسلمون في حساباتهم مثل هذا؟ ولما يقول النبي عليه الصلاة والسلام في المبكرين للجمعة، اللي يأتي للجمعة مبكرا كأنما قرب بدنه، بدنه يعني جمل، ناقة، والله يمكن لو قعد طول عمره وربنا أغناه ووسع عليه ما يفكر يذبح جمل لله، ده هو مجرد يجي بس مبكرا للجمعة كأنما قرب لله بدنه. اللي بعده كأنما قرب لله بقرة، اللي بعده كأنما قرب لله كبشا أملح، اللي بعده كأنما قرب لله دجاجة، اللي بعده كأنما قرب بيضة. فإذا صعد الإمام المنبر طوت الملائكة الصحف وجلسوا يستمعون الذكر، وكل اللي جاي بعد كده انسى، مش هيكتب في صلاة الجمعة. انت عندك 5% بيجوا قبل الامام ما يطلع المنبر، وال95 بعد ما يطلع المنبر، يعني اساميهم مش مكتومه في الجمعه. وبعدين بخلوا على انفسهم انه يقرب دجاجه حتى او بيضه، مش اقول لك بقره او بدنه او كبش املح، ده حتى البيضه لا يريد ان يقربها. ليه؟ هو ده حب الدنيا. حب الدنيا لما يتمكن من القلوب تبقى الطاعات على هامش الشعور، ليست في بؤرة الشعور. وما ليه اللي في بؤرة الشعور؟ الشغل، الشغل وتحصيل الفلوس وتحويشة العمر، ما بتنفعش. فاسعوا، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فاسعوا بس يا رب، الله مدام فيها آخرة ومدام فيها جنة، مسألة لا تقف عند السعي، دي عاوزة سرعة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. تأملت؟ وسارعوا، بعد قال فاسعوا قال وسارعوا. شوف أنت لما بتسعى خطوة حثيثة، لكن السرعة بتجري. طب سرعة بس يا رب، قال لا. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أسألك من فضلك العظيم. سعي، سرعة، سبق، بس لا.
فاستبقوا الخيرات. بعد السبق استباق، جماعة اللي بيتسابقوا بينهم استباق، والاستباق معناه تنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. سعي، سرعة، سبق، استباق، تنافس فقط. الله، ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. دي أمثلة قرآنية الدنيا تعمل فيها إيه؟ فامشوا في مناكبها، والآخرة تعمل إيه؟ فاسعوا، سارعوا، سابقوا، استبقوا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ففروا إلى الله. أساليب عظيمة. الإنسان مهما كانت بساطته في اللغة العربية يفهم هذه المعاني وتلك الكلمات. هذه قيمة الآخرة، السعي والسرعة، السبق والاستباق، والتنافس والفرار إلى الله عز وجل. مجلس علم كهذا يقينا الناس كلها رجعت من الشغل، بس مش فاضي، مش في دماغه الآخرة، مش في دماغه العلم، يتعشى وينام. إن كان هيصلي يصلي في البيت، لازم ينام بدري عشان بكرة في شغل بدري، وهكذا. حياة متبرمجة بصورة يعني يمكن تمشي مع الكفرة، لكن نحن كمسلمين، نحن كمسلمين ديننا أهم من دنيانا. مجلس علم، أنا عشان أجي من تركيا لغاية كندا 14 ساعة سفر، ما جئت بقصد الفسحة ولا النزهة ولا السياحة، إنما الدعوة بفضل الله. ثم أجد زهدا من الناس في طلب العلم غير مسبوق، لأننا من حوالي 35 سنة بسافر برا مصر، من سنة 90 لغاية الآن بسافر. كان زمان غير كده خالص. ده في شيخ جاي من مصر، شيخ أزهري، والناس تقعد وتسمع دروس علم وتحضر الخطبة، وكنا في رمضان يبقى ما شاء الله شغل تاني ووضع تاني. أنا فقط أريد أن أذكر الناس، مجلس علم كهذا ما وضع الناس في حساباتهم فضل هذا المجلس. وفي أحاديث مشهورة جدا، ومن كثرة ما يرددها الوعاظ الناس يعرفونها، قوله عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: مجالس العلم. يعني هذا المجلس اسمه روضة من رياض الجنة. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. هذا المجلس أيضا ورد فيه ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله
يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. لو لم يكن لفضل العلم شيء سوى هذا لكفى. خلي الشيخ اللي بيتكلم هذا كلامه غير مفهوم، ما فهمناش منه حاجة، يكفيك هذا الثواب اللي في الحديث. يعني انت لو لم ترجع بمحصلة من العلم فعندك محصلة من الأجر. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ليس هذا فقط، في حديث أيضا مشهور في فضل مجالس العلم والذكر، قوله عليه الصلاة والسلام: إن لله عز وجل ملائكة سياحين في الأرض، فضلا عن كتاب الناس، يعني غير الملائكة المخصوصين بك أنت كتبه والحفظة، إن لله عز وجل ملائكة سياحين في الأرض فضلا عن كتاب الناس، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل، يذكرون الله، هذا ذكر ولا ما هو ذكر؟ ولا الذكر لازم تكون حضرة؟ لا، هذا ذكر. فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا هلموا إلى بغيتكم فيجيئون. تخيل لما يكون يعني في مجتمع كالذي نحن فيه الملائكة دول يقعدوا يدوروا، حليني بقى اهو، لا ده في مسجد هنا اسمه الدار، في مجلس علم اهو. إن لله عز وجل ملائكة سياحين في الأرض فضلا عن كتاب الناس فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا هلموا إلى بغيتكم. تعال مش بتدوروا على مجلس ذكر وعلم وكذا، اهو هلموا إلى بغيتكم فيجيئون فيحفون بهم من كل مكان. صحيح الجامع فاضي قدامي بس الملائكة مليئة الحمد لله. فيحفون به من كل مكان، انت لا يمكن ترى الملائكة ولا ترى الجن ايضا، انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، لكن بفضل الله اذا كان المسجد خلوا من الانس عدا عن 4 أو 5 فهو ممتلئ بالملائكة وبصالح الجن. لازم الإنسان يبقى فاهم كده ومستشعر كده. وبعدين برضو عندنا إن شاء الله في ناس في بيوتها بتتابع، فيحفون بهم من كل مكان ثم يصعدون إلى السماء، فيصعدون إلى السماء فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ يقولون: يا رب تركناهم يسبحونك ويحمدونك ويمجدونك. فيقول الله عز وجل: وهل رأوني؟ فيقولون: يا رب لا. فيقول: فكيف لو رأوني؟ فيقولون: يا رب لكانوا أشد تسبيحا وتحميدا وتمجيدا. فيقول الله عز وجل: وأي شيء يطلبون؟ يعني الهدف هم قاعدين في مجلس علم كهذا ليه؟ عشان يرجون رحمة الله، يرجون الجنة. وأي شيء يطلبون؟ قال: يطلبون الجنة. يقول الله عز وجل: وهل رأوها؟ فيقولون: يا رب لا.
فيقول فكيف لو رأوها؟ فيقولون يا رب لكانوا أشد طلبا لها وحرصا عليها. يقول الله عز وجل ومن أي شيء يتعوذون؟ فيقولون من النار. فيقول الله هل رأوها؟ فيقولون يا رب لا. فيقول فكيف لو رأوها؟ يقولون يا رب لكانوا أشد هربا منها وأشد نفورا. فيقول الله عز وجل أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. الله أكبر. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا. أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فيقولون يا رب إن منهم فلانا لم يردهم وإنما جاء لحاجة. يعني واحد كان عارف إنه في عزا في المسجد فجاي متأخر فلا درس العلم فقعد. إن منهم فلانا لم يردهم وإنما جاء لحاجة. فيقول الله هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. الله أكبر. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ما هذا الأجر العظيم وما هذه وهذا الفضل الكبير. وبعدين انتبه، شوف لما يقول الله عز وجل أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، هذه الجملة هي التي يقولها الله عز وجل عشية عرفة لمن قبل حجه، لمن قبل حجه. تخيل أنت عاوز تحج من أي بقعة من بقاع الأرض، بتتغرب عن الأهل وعن الوطن، تدفع فلوس كتير كتير قوي عشان تحج، وهناك شدة وزحام، جهاد. الحج نوع من الجهاد. كم تكون في معاناة ونفقات وكذا وكذا. ايه هدفك من الحج؟ عشان يقولوا لك يا حج فلان؟ لا، انت رايح نفسك ربنا يطهرك من الذنوب، يكفر عنك ما سلف. فإذا كانت النية خالصة وصورة العمل مشروعة وقبل الله حجك، يبقى عشية عرفة أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. طب ما هو مجلس علم، لا فيها تتغرب عن الأهل ولا الوطن ولا تدفع نفقات للحج بالألاف المؤلفة، ده بكتير هتركب السيارة 5 دقايق من البيت للجامع، ويمكن البيت يكون قريب فتيجي مش، ويمكن ويمكن، يعني مش هتصرف حاجة وبتاخد نفس النتيجة اللي هياخدها الحاج. أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. تفتكر لو احنا وضعنا في حساباتنا مثل هذا الأجر نفوت مجلس علم؟ هو إصلاح النفوس وإصلاح القلوب، واللي يترتب عليه إصلاح الأسر إن شاء الله وصلاح المجتمعات، هو هذه بدايته. مجلس علم، طلب العلم الذي تزكي به نفسك وتصلح به أسرتك، طلب العلم الذي هو إمام والعمل تابعه. فالعلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. وإن قوما تعلموا ولم يعملوا غضب الله عليهم، وإن قوما عملوا دون أن يعلموا حكم الله عليهم بالضلال. أما أهل الإسلام فهم يعلمون ويعملون، وهذا قولك في كل صلاة ودعاؤك لربك عز وجل اهدنا الصراط المستقيم.
الذي هو علم وعمل، صراط الذين أنعمت عليهم يعني من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ممن علموا ولم يعملوا، ولا الضالين ممن عملوا دون أن يعلموا. فسبيل المغضوب عليهم علم بغير عمل، وسبيل الضالين عبادة بغير علم، والمؤمن الذي هو على صراط الله المستقيم يعلم ويعمل. فالعلم إمام، ومجالس العلم هي السبيل إلى طلب العلم. بنفسر آية، بنشرح حديث. طب افرض واحد ما هواش حافظ، يعني مش عالم، والله ممكن يقرأ لنا حديث من رياض الصالحين، ممكن يفسر لنا آية من كتاب تفسير، وهكذا. المهم يبقى عندنا مجلس علم، عندنا أذكار صباح ومساء، نقعد نذكر ربنا لغاية ما يجي الشروق ونصلي الضحى، عندنا أذكار المساء من بعد العصر لغاية لما يحين المغرب، واللي ما بيكملهاش يقضيها. فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، تربية للنفس، تزكية، تزكية للنفس وتهذيب وتنقية وتخلية وتحلية. الله أكبر. فينبغي ونحن نعيش في مثل هذا المجتمع أن نعرف للدنيا قدرها وللآخرة قدرها، وألا نجعل للدنيا سبيلا على قلوبنا بأن ندعو الله عز وجل أن يجعلها في أيدينا، يرزقنا رزقا حلالا مباركا فيه، لكن لا تكون في قلوبنا. متى ما تمكنت الدنيا من القلوب لن تجد للطاعة طعما، ولن تجد لها سبيلا، ولا تهتم بها من قريب ولا من بعيد. هم المسلمون اللي في كندا مثلا قلة، ولا حتى لو قلنا في تورونتو أو في أي حي أو في أي منطقة، لا كثير، يملوا المساجد مثل هذا 10 مرات، لكن نادرا ما يمتلئ المسجد، وإن امتلأ هيبقى في الجمعة والأيام الأولى من شهر رمضان والعشر الأواخر. بنتعامل مع ربنا معاملة غريبة الشكل. لا، المقاييس ينبغي أن تنضبط، وإنه فعلا لا نجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، كان يدعو يقول: إلهنا وخالقنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. الله أكبر. أنا أردت أن أذكر الحديث عن الدنيا فعلا، لأنه الوضع يعني واضح،
كيف تمكنت الدنيا من قلوبنا، نسأل الله العفو والعافية. رأيتوني وأنا أصلي المغرب، بخفف الصلاة، يعني قرأت آية واحدة في الركعة الأولى بس الآية طويلة، يعني ليست طويلة بطول آية الدين إنما تعتبر آية طويلة، إنها آية البر الجامعة في منتصف سورة البقرة بالضبط في الركعة الثانية سورة العصر. وهنا لو طولت عن كده شوية، ده الشيخ ده بيطول وتبقى الحكاية على طول، بدأ مش خد انطباع إن الشيخ بيطول، يبقى نستنى لما الشيخ يخلص صلاة عشان نخش جماعة تانية نخش معاه في التشهد الأخير وخلاص. فأنا حريص إنه ما يعني ما تاخدوش الانطباع بتاع الشيخ اللي بيطول ده، على الأقل إنه بيطمن يعني في الركوع في الرفع في السجود. أنا بصراحة ما بطولش. تخيل إنه أقصر شيء إنك تصلي بآية أو سورة قصيرة، فأنا خدت الآية في الركعة الأولى وخدت السورة القصيرة في الركعة الثانية. قالوا هذا أقل ما يقرأ به القارئ، ثلاث آيات قصار كسورة العصر والإخلاص والكوثر، أو آية طويلة مثل آية البر التي قرأناها. آية البر هذه عجيبة، وسورة العصر أعجب منها. هو ده الموضوع نحن عايزين نتكلم فيه في قضية صلاح الفرد قبل الأسرة. بيقول لك في تركيز، لازم يكون في تركيز على الأسرة، ماشي، بس قبل ما يكون في تركيز على الأسرة لابد من التركيز على الفرد. ده السلم الطبيعي، صلاح الفرد قبل الأسرة، لأنه بصلاح الفرد ينصلح حال الأسرة، بفساد الفرد تفسد الأسرة. فكيف ينصلح حال الفرد؟ احنا لسه بنمهد للموضوع. الإمام ما قاله الله عز وجل في سورة العصر اللي بدأناها في خاطرة الفجر اليوم، وأنه هي ثلاث آيات. الآية الأولى قسم لتوكيد القضية، والآية الثانية إن الإنسان لفي خسر تشخيص المرض، والآية الثالثة وصف العلاج. وصف العلاج: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وزد عليها آية البر، آية البر الجامعة دي أنا انتبهت ليها بعد ما كنت خلصت الدكتوراه، وكنت أقول لو فطنت لها لجعلتها رسالة الدكتوراه حقي. آية عظيمة جدا، وبعدين واخدة النسق الأكاديمي حق الرسائل العلمية. أي رسالة علمية فيها مقدمة ومضمون وخاتمة، والمضمون عبارة عن أبواب، والأبواب فيها فصول، والفصول تحتها أبحاث وممكن مطالب ومسائل. آية البر الجامعة هكذا، أولها مقدمة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. وبعدين بتدخل بيك السورة عن مضمون، المضمون عبارة عن أربعة أبواب: باب في العقيدة الخالصة، باب في العبادة الصحيحة، باب في المعاملة الحسنة، باب في الأخلاق الطيبة. باب العقيدة الخالصة: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. أدي باب من خمسة فصول. الباب الثاني العبادة الصحيحة،
وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، باب بثلاث فصول. الباب الثالث المعاملة الحسنة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. وممكن تفصلها الوفاء بالعهد مع الله، والوفاء بالعهد مع النفس، والوفاء بالعهد مع الناس. باب من ثلاث فصول. الباب الرابع الأخلاق الطيبة، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. يبقى باب من ثلاث فصول. النتيجة أو الخاتمة مشتملة على النتيجة، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا الله على العظمة. ما يعني منهج أكاديمي القرآن ما يلمحش لي؟ لازم يلمح لي. ما فرطنا في الكتاب من شيء. أنت لو تحديت نفسك أو تتحدى أي حد تقول القرآن ورد في كذا ورد في كذا، أتجد موجود في القرآن. ما فرطنا في الكتاب من شيء. فالآية هنا عظيمة جدا. والسلف الصالح رضوان الله عليهم سموها بآية البر الجامعة، آية البر الجامعة، جمعت فأوعد. أهو صلاح الفرد، أهو أريد أن أصلح نفسي، يبقى عقيدة خالصة، عبادة صحيحة، معاملة حسنة، أخلاق طيبة. الله، كل ده، أيوه كل ده، هم أربعة. هم يعني ما ينفعش عقيدة من غير عبادة، ما تنفعش عبادة من غير معاملة، ما ينفعش عبادة من غير أخلاق. طب ما ينفعش أخلاق من غير معاملة أو من غير عبادة؟ لا. إيه سر الفساد اللي موجود الآن؟ أنه في قصور في هذه الأربعة. يعني أنت ممكن تجد مسلما صاحب عقيدة خالصة بس معاملته أعوذ بالله وأخلاقه لا حول ولا قوة إلا بالله. واحد عبادته جميلة جدا ولكن ما في عقيدة. واحد عنده عقيدة وعنده عبادة ما في معاملة. دي المشكلة. هذا الدين شامل، هذا الدين كامل. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني اقبلوا الإسلام كله بشموليته بجماله بتمامه بكماله. كمسلم تتربى على العقيدة الصحيحة. مين فينا اللي ما بيقول لا إله إلا الله؟ كلنا يقول لا إله إلا الله، لكن من منا يعلم معناها ومقتضاها ويدرك أركانها وواجباتها ويبتعد عن نواقضها؟ أوه ده موضوع كبير. النبي عليه الصلاة والسلام يستمر 13 عاما في مكة يعلم أصحابه لا إله إلا الله. 13 عاما مع لا إله إلا الله، ولم يتركها لما ذهب إلى المدينة. 10 أعوام أخرى في المدينة مع لا إله إلا الله، ولكن بجوارها التشريعات، فرضت العبادات والمعاملات، وفرض الجهاد، وفرضت الحدود والديات والجنايات والمواريث. كل التشريعات نزلت في المدينة عدا عن الصلاة، فرضت من ليلة الإسراء والمعراج نهاية السنة 10 من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. فصلى في مكة 3 سنوات، إنما الصيام 2 سنة في المدينة، الزكاة في السنة اللي بعديها، الحج في السنة 6 أو 9 على قولين. عندنا أسئلة؟ باقي 5 على العشاء، وفي 5 وفي أسئلة ولا إيه؟
ايش بشوفك تكتب؟ لا حاجة لي هذا بس. طيب يبقى كده هنختم. حاضر. فنحتاج إلى فهم العقيدة والعبادة، والعبادة بمعناها الشامل، لأنه ناس كثيرة فهم العبادة صلاة وزكاة وصوم وحج، ودي رؤوس العبادات، لكن العبادة أشمل من هذا بكثير، حياة كاملة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صلى الله وسلم وبارك على أول المسلمين سيدنا محمد. وبعدين تيجي المعاملة، الدين والمعاملة والأخلاق ثمرة هذا الدين، ثمرة هذا الدين الخلق الحسن، لقول النبي الحسن صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو صالح الأخلاق أو محاسن الأخلاق. الله أكبر. فصلاح الفرد إن شاء الله يترتب عليه صلاح الأسرة، وإذا أفلحنا في صلاح الفرد والأسرة ستنصلح المجتمعات بإذن رب الأرض والسماوات. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل كلامنا حجة لنا لا علينا، فعنا بما قلنا وبما سمعنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول وعمل. سألك من كل خير سألك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ادخلنا الجنة مع الأبرار، فضلك وجودك وكرمك يا عزيز يا غفار. صل اللهم وسلم وبارك على النبي المختار وصحبه الأطهار وآل بيت الأبرار ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. يغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم، حياكم. كنت تكتب يا دكتور؟ نعم. اللي بكتبه.